ممكن الموضوع اللي احنا بنستمر فيه العودة والذهاب إليه كل فترة وبنستمر فيه متابعته هو موضوع فيروس كورونا، صحيح في يعني استقرار أو ثبات نسبي في موضوع الإصابات وكمان حتى تراجع في الأيام اللي فاتت، لكن اللي بيحصل إنه أحيانا بتجيلنا مؤشرات كده من بره بتزايد الإصابات بوجود سلالات جديدة. مسألة كورونا هتفضل يعني بتلقي بظلالها على العالم كله، لسه الناس عندها قلق كبير من أي متحورات جديدة الحقيقة، من أي ارتفاع في نسب الإصابة، لسه حاطين إيدينا على قلوبنا كده وبنتابع الموضوع ده، خصوصا إنه بقى الأيام اللي فاتت كان في خوف كبير جوه بريطانيا من انتشار عدوى حاجة اسمها النورو فيروس اللي حضراتكم أكيد تابعته خلال الكام أسبوع اللي فاتوا كده، إنه بدأ ينتشر بشكل كبير جدا بين الأطفال وكبار السن وبدرجة أقل بقية الفئات العمرية، ده بحسب المعلومات اللي لسه متداولة عنه. طبعا احنا بنلاحظ هنا ان هو مختلف نسبيا عن فيروس كورونا في صورته الاصليه، يعني لانه كورونا بيطال بدرجه كبيره كبار السن والاطفال بدرجه اقل شويه. في الايام اللي فاتت كمان كان في مستشفى كبير في اسكتلندا اسمها مستشفى دكتور جراي اغلقت مره واحده 4 اقسام فيها الا للحالات الطارئه بسبب تفشي عدوى نورو فيروس بين المرضى والموظفين جوه المستشفى. بالمناسبة كمان قبلها كانت صحيفة ذا سان البريطانية قالت إنه النورو فيروس ده هو الوباء القادم للبشرية، الوباء الجديد يعني، وهيجي من المملكة المتحدة. طب عشان نفهم أكتر يعني ونتكلم عن موضوع عدوى نورو فيروس دوت وهل الموضوع بالخطورة دي، معانا على التليفون دكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة وأمراض الصدر في لندن. أهلا وسهلا بيك يا دكتور في 90 دقيقة. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. حضرتك عارف أكيد أنه إحنا كل فترة بنسمع شيء جديد عن فيروس كورونا، أحيانا سلالات جديدة، أحيانا أخبار إيجابية زي اللقاحات وهكذا، لكن قصدي أنه الأخبار كتير قوي وأحيانا ما بنبقاش عارفين هل الخبر ده يعني بيستحق الكم الكبير من القلق. موضوع النورو فيروس هل هو بالفعل يثير الكم ده من القلق، وهل هو بالفعل حاجة نستحق أن إحنا يعني إيه نقلق ونتوتر هنا في مصر أو في الشرق الأوسط؟ حضرتك الحقيقه يعني الاهتمام بالنورو فيروس دلوقتي سببه ان من تبعات الجائحه وال يعني العزل المجتمعي او الناس عزلها عن بعض لفترات امتدت من 2 لـ3 سنين وقت الجائحه، بالتالي ترتب عليه انخفاض مناعه الناس للفيروسات الموجوده وسطنا من ضمنها نورو فيروس، وده فيروس قديم موجود مش خطير، خطورته بس لو جه في كبار السن الناس اللي ما عندهاش مناعه ليه، وبيؤدي لاعراض جهاز هضمي يعني بيؤدي الاحساس بالغثيان القيء والاسهال الشديد لو لم يتم التعامل معاه بشكل سريع، يعني اعطاء سوائل محاليل لتوقيف الاسهال وتوقيف القيء. طبعا بيحصل جفاف شديد ممكن يؤدي للوفاه في الحالات الشديده، لكن يعني الفيروس ليس بهذه الخطوره اللي تخلينا نقول انه هيعمل وباء عالمي، لا ده احد الفيروسات المدجنه زي ما بنقول موجود وسط الناس من فيروسات كثيره جدا معروفه بتصيب الجهاز الهضمي، والتعامل معها لازم يكون عن طريق يعني اساسيات غسيل الايدين، وبالتحديد النورو فيروس ده معروف ان هو مش بيستجيب للمطهرات اللي فيها كحول، بيستجيب فقط للماء والصابون، هي دي الحاجه اللي بتقدر يعني تشيله من الجسم، وبينتقل عن طريق التلامس بالأيدي ودخوله في الجهاز الهضمي. لكن إجابة سؤال حضرتك هو طبعا لا نقارنه إطلاقا بالقلق اللي كان يحدث في بداية فيروس كورونا من بجد على سبيل المثال. ما هو فعلا هو فيروس قديم النورو فيروس، بس هو زي ما حضرتك قلت فكرة الفيروس كورونا وانه كل يوم بيطلع متحورات جديدة وفكرة يعني الفئات اللي هو بيستهدفها خلت الناس كلها عندها بعبع من اي خبر جديد عن اي مرض واي فيروس واي حاجة ممكن تصيب يعني الجسم بشكل او باخر. طب اشمعنى بريطانيا؟ يعني ليه الحالات الاكبر بنشوفها في بريطانيا؟ هو احنا عندنا هنا في جزء يعني مش صغير من المجتمع من كبار السن في الكير هومز او يعني زي اماكن رعايه المسنين، في جزء كبير من المجتمع في الكير هومز، وهي دي الفئه بالتحديد اللي اكتشف زياده اعداد النورو فيروس فيها بتقريبا حوالي 12% عن المعدل اللي كان موجود قبل فيروس كورونا، لكن لم تؤدي لوفيات كثيره، يعني الاعداد المسجله حالات قليله جدا تعد على الاصابع الواحده. ما فيش قلق، أنا بعتبر يعني إن دي حاجة لن تؤدي لقلق كبير في البلد لأن التعامل معها بسيط، حتى لو هو يعني خطورته في الناس اللي مناعتها ضعيفة وكبار السن
التعامل معاه بيبقى عن طريق إعطاء محاليل وعلاج القيء والإسهال قبل ما يؤدي الجفاف. القلق لو طبعا سيبنا المريض بدون علاج، وده شيء ما بيحصلش في كتير من دول العالم يعني. طب وإيه هي أهم الأعراض؟ يعني حضرتك اتكلمت عن طرق العلاج المبدئية ومسألة إنه غسل الإيد عفوا غسل الإيد بالمية والصابون، وإنه الكحول ما بيجيبش نتيجة قوي، لكن إيه هي أبرز الأعراض اللي ممكن نلاحظها؟ هي أهم الأعراض أعراض الجهاز الهضمي، أولها إحساس بالغثيان شديد، إحساس من واحد يعني عايز يرجع، وبعدها بيبقى فيه قيء وبيبقى فيه إسهال شديد. دي أهم الأعراض. أحيانا بيكون في ارتفاع في درجة الحرارة، لكن هو مش من الأعراض المهمة. أهمها هي الأعراض الجهاز الهضمي العادية، ولما بتحصل يبدو يعني يجب على الفور إعطاء المحاليل لو في إسهال مستمر، خصوصا في الفئات يعني احنا شفنا هنا كبار السن بيبقى يعني قدرتهم على الحركة قليلة، وقدرة جسمهم على مقاومة الجفاف بتبقى أقل من صغار السن أو أقل من الشباب. ومن هنا طبعا أهمية العلاج المباشر يعني تعويض السوائل المفقودة من الجسم، لكن هي في الغالبية العظمى أعراض جهاز هضمي مباشرة. هل في قلق من ان هو بينتشر، او فكره ان هو يعدي اشخاص زي مثلا زي ما كنا بنشوف فيروس كورونا، وخصوصا في سلالات معينه منه زي الاوميكرون مثلا، انتشار سريع جدا في بلاد مختلفه بشكل يعني غير مسبوق، هل الفيروس ده كمان نفس الشيء ولا موضوع الانتقال هنا مختلف؟ مختلف تماما، وطبعا لا نقارنه اطلاقا بخطوره انتقال فيروس كورونا. ان فيروس كورونا بينتقل عن طريق التنفس والرذاذ والجهاز التنفسي، لكن فيروس نورو فيروس ده بينتقل فقط عن طريق الجهاز الهضمي والملامسه باليد من انسان للتاني في حاله عدم غسيل اليد بعد التعامل مع فضلات او تعامل مع اسطح عليها الفيروس. ومن هنا بيبقى الانتشار فقط عن طريق انتقال الفيروس من انسان للتاني سواء باللمس، وبالتالي انتقالها للجهاز الهضمي. ده بيعتبر اقل خطوره من الانتشار التنفسي اللي بيكون طبعا أسرع بكتير وبيمثل خطورة أكبر. طب ما فيش أي خطر من هو يتزامن مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا؟ يعني ده مع ده يحصل أي تفاعل، ما يحصل أي يعني، حتى ساعات بنقول إنه مجرد الضغط على الأنظمة الطبية والمستشفيات في أماكن معينة إن يكون عندنا فيروسين موجودين في نفس الوقت بشكل متزامن، هل ده شيء برضو يعني ممكن يثير القلق؟ بالطبع حضرتك، هو القلق مش بس من نورو فيروس. احنا النورو فيروس ده نموذج من الفيروسات اللي نشطت، واحنا مش هنستغرب لو سمعنا عن فيروسات اخرى برضو كانت كامنه وما انتشرتش لما الناس حصل لها يعني زي بعد مجتمعي وقت الجائحه. كتير من الفيروسات ما بقتش بتنتشر بين الناس نتيجه البعد المجتمعي، وبالتالي مناعه الناس ليها قلت، وده مش مستغرب ان تبدا الفيروسات دي تنشط. ومن هنا اهميه الاجراءات البسيطه اللي هي غسل الايد باستمرار، ارتداء الكمامه حتى الان. واقول لحضرتك حتى احنا في بريطانيا على الرغم من رفع الاغلاق بشكل كامل وارتداء الكمامه اصبح غير اجباري، ما زالت الناس بترتدي الكمامه لتقليل انتشار الفيروس. ده بقى شعور الشخص نفسه بالمسؤوليه او يعني بالاحتراز اللي هو الشخصي. بالفعل حضرتك بالفعل، ده مهم جدا. يعني الناس حست قد ايه المعاناه اللي كانت على مدار السنتين او الثلاث سنين، وحاسين الانجاز الحمد لله اللي وصلنا له بوجود اللقاحات والانفراجه، فالناس خايفه ترجع للوراء برجوع الاغلاق تاني بظهور متحورات اخرى. فبيقولوا يعني ابسط شيء نلتزم بالاجراءات الاحترازيه العاديه، ارتداء الماسك في الاماكن المغلقه المزدحمه، غسل الايد بالميه والصابون، والاجراءات البسيطه دي حضرتك تتكفل بتقليل انتشار الغالبيه العظمى من الميكروبات. مش بس نورو فيروس، اي فيروس هيظهر تاني او اي ميكروب حلها البسيط ان احنا نرتدي الماسك الفتره اللي جايه دي لغايه ما نطمن الحمد لله ان ما بقاش في حاجات خطيره بتظهر، ونغسل ايدينا بالميه والصابون. ودي حاجات بسيطه اي حد ممكن يعملها، حتى نقدر نعلمها لاطفالنا يعني بدروس خفيفه وبسيطه، وباذن الله بالاجراءات دي نقدر نتجنب حدوث مشاكل من اي تطورات فيروسيه او نشاطات فيروسيه الفتره القادمه. طب حضرتك كمان بتتابع الوضع في الصين ازاي؟ يعني اللي بيحصل في الصين دلوقتي عودة حالات الوفيات مرة تانية بعد ما كانت توقفت من فترة طويلة بسبب فيروس كورونا، ويمكن حتى بعض الأطباء النهاردة بيوصفوا يعني التفشي بأن هو
الأصعب من أول ما بدأ فيروس كورونا أو من أول ما بدأت الصين تسيطر على الوباء فيها، هل ده ممكن يعني يرجع لنا تاني فكرة البعبع من فيروس كورونا والانتشار الواسع والسريع؟ للأسف هذه ملاحظة مهمة من حضرتك. هو سببه الأساسي إن في توجهين في كل العالم وقت الجائحة. في دول توجهت في اتجاه الزيرو كوفيد بوليسي، إنها تعمل إغلاق قاسي وصارم 100% لتقليل الحالات لصفر، ودول تانية عملت إغلاق تدريجي. طبعا النموذج من الدول دي الصين طبعا وبعض الدول في قارة آسيا. النموذج التاني من الدول اللي عملت إغلاق تدريجي، الفيروس فضل موجود بس قللت انتشاره بالتدريج، لم تمنع انتشار الفيروس. وزي الدول دي من نماذجها بريطانيا وكثير من الدول في أوروبا. كل طريق أو كل أسلوب منهم له مميزات وعيوب. عيوب النموذج الأول اللي هو زيرو كوفيد بوليسي، إن أنت لما بتشيل الإغلاق بتبقى عندك خطورة إن الفيروس يرجع بنفس الشراسة اللي كانت عليه، لأن الناس ما عندهاش مناعة للفيروس، وده اللي احنا بنشوفه في الصين دلوقتي. لكن الميزة طبعا ان وقت الاغلاق ما كانت اعداد الوفيات قليلة جدا. النموذج الاخر زي بريطانيا، على الرغم من الاغلاق التدريجي كان للاسف بيحصل وفيات، لكن ده ترتب عليه ان الفيروس سبب مناعة عند الناس، وعشان كده من وبالتالي المستبعد بتخرج جدا. بريطانيا من الموضوع بشكل اسرع او بشكل اسلس يعني. بالظبط كده، وللاسف ده بيرجعنا للفكره اللي اطلقت في الاول، وطبعا كان في يعني اعتراض كثير عليها، وهي فكره مناعه القتيل. صحيح. وهي يعني على الرغم من انه هو مصطلح مؤلم، لكن هو علميا صحيح ان الفيروس لما بينتشر بيسبب مناعه، وطبعا مع الثمن الكبير اللي بيحصل من الوفيات ومن الامراض، لكن صحيح. الوضع بيبقى فيه تكون مناعي عند الناس بيحميهم لما بيترفع الاغلاق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة وأمراض الصدر في لندن على المشاركة معنا في 90 دقيقة وكل التفاصيل دي.